Likes and dislikes, ha ha! Vroom vroom, gearhead! أهلا بكم، أنا اسمي عمر وحيد. النهاردة الساعة 2 الفجر كنت بفكر في فكرة متشائمة حبتين، هو إحنا لحد إمتى هنفضل نتفرج على العالم بيتحرك لقدام وما بنعملش حاجة؟ قررت أشوف طريقة أعمل بيها لعبة ولو بسيط، أصلي بحب ألعاب الكمبيوتر. قريت كتير ووصلت لفكرة مهمة، مفيش ألعاب من غير برمجة. قلت لنفسي ما تتعلم برمجة من دلوقتي. افتكرت نصيحة بتقول إن أول لغة برمجة بتتعلمها هي أكتر واحدة بتاخد وقت. الكلام ده كان المفروض يسبب لي إحباط، ولكن قلت أنا ممكن أبدأ بلغة برمجة سهلة. دورت كتير لكن بدون فايدة، ما يئستش. وأنا بدور على اليوتيوب كتبت Game Programming for Beginners، قابلت الفيديو ده بيشرح لغة برمجة ظهرت في سنة 2000 اسمها Blitz Basic، مخصصة للجيمز بس. شكلها ما كانش معقد، ومجموعة الفيديوهات مدتهم ما كانتش كبيرة، ومن غير ما أحس بنفسي لقيتني بكتب أول سطر في سكريبت لأول لعبة في حياتي. البرنامج ده ما بقاش يستخدم، بس اللغة لسه موجودة. الساعة دلوقتي 3 الفجر، وقدرت ترسم السفينة بتتحرك وبتضرب ليزر. الساعة 3 وربع كان في أجسام ثابتة ما بتعملش حاجة. الساعة 3 ونص كانت الأجسام بتضرب نار على السفينة، والساعة 4 كل حاجة باظت. قعدت أحاول أفهم إيه السبب، وبعد البحث والتدوير لقيت إني محتاج كوباية نسكافيه. عملتها وصدقني كل حاجة اتصلحت. وعلى الساعة 5 كان اسمها لعبة لكن ما تتلعبش. الساعة 6 الصبح يوم 3 نوفمبر 2012 أصدرت أول نسخة بيتا، وكانت من غير صوت، وكلمت ناس أصحابي عشان يجربوها. الساعة 7 كنت ركبت الصوت والبداية والنهاية، والنسخة البيتا 1.2.1 كانت جاهزة للانطلاق. طبعا اللعبة لا تقارن بألعاب العصر الحديث واللي أنا بتكلم عنها كل يوم، والبرنامج اللي أنا بتعلمه ده انتهى من 2003. السؤال دلوقتي هو ليه أنا بعمل كده؟ الإجابة بسيطة، عشان أوصل رسالة للناس، والرسالة هي إن الخطوة الأولى في طريق الألف ميل أخدناها النهاردة الساعة 2 الفجر، وفي عصر المعلومات مفيش حواجز، ومش محتاجين إمكانيات، ومش محتاجين فلوس، وحتى مش محتاجين كورسات في الجامعة الأمريكية. احنا محتاجين نشغل دماغنا وندور على المعلومة ونشتغل بضمير. اللعبة دي مجرد بداية، والنسخة دي نسخة تجريبية، انا هطور فيها لحد ما توصل لمرحلة مقبولة. ولو عايز تحملها خش على صفحة هارد مود، اللينكات تحت الفيديو. شكرا لمتابعتكم، كان معاكم هارد مود من مكان ما على ظهر كوكب الأرض. شاو فور ناو.